السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا الصفحة الرسمية للأستاذ خلفاء. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نعرض جملة من الأسئلة التي وردت في امتحان الشهادة التعليمي المتوسط السابقة ابتداء من 2019 إلى غاية 2022، مع عرض نموذج أو مقترحات للأسئلة التي يمكن أن تكون في امتحان شهادة التعليم المتوسط، وهذا لتحفيز التلاميذ وكذلك حثهم على أن الموضوع في المتناول وتكون الأسئلة مما درس في المقرر. والبداية مع السؤال الأول، ففي سنة 2019 ورد عرف المصطلحات، فقد كإشارة هنا بأن السؤال الأول دائما يكون حدد مفهوم المصطلحات. ف 2019 ورد مصطلح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنقابة والدستور والسلطة التشريعية. أما سنة 2020 فالمصطلحات الأخرى هي الوساطة واستقلالية القضاء، بمعنى عدم خضوع القضاء لضغط أو وصاية، وكذلك الأحزاب واتفاقية حقوق الطفل. أما 2021 فالمصطلحات كانت كالآتي: حرية التعبير، وهنا علينا أن نشير إلى أن حرية التعبير تتعلق بما درسه التلميذ سابقا في السنة الثانية متوسط، لكن مرتبطة كذلك بحقوق الإنسان، بمعنى هناك مكتسبات قبلية معلومة لدى التلميذ. كذلك تكرر مصطلح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد أن ورد في شهادة 2019، ثم بعده الوسيط، ثم المحكمة الابتدائية. 2022 كذلك المصطلحات: الاستئناف، الهلال الأحمر، المنازعات، ثم مصطلح مهم أو لابد من شرح هذا المصطلح الذي هو النظر والفصل في القضايا. أما 2023 فمقترحاتنا كذلك مصطلحات لم ترد من قبل، كمصطلح الصلح والسلطة القضائية والمحاكمة واتفاقية حقوق المرأة التي لم يورد حولها لحد الآن سؤال، كذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي الأخرى، بالإضافة إلى الدستور وخروقات حقوق الإنسان، وكذلك التعديل الدستوري والديباجة والقانون والبرلمان والمجلس الدستوري، وأخيرا الخدمة الوطنية. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني غالبا ما يكون في شكل جدول أو ترتيب أو مقارنة. 2019 كان هناك ترتيب لخطوات رفع دعوى قضائية، أما 2020 فجدول لمهام وأدوار هيئات القضاء: المحكمة الابتدائية والمجلس القضائي والمحكمة العليا. أما 2021 فتصنيف لدور الحزب والنقابة، هنا نقول دور الحزب داخل السلطة وخارجها وأدوار النقابة المادي والمعنوي. أما 2022 فتصنيف لمهام وصلاحيات القضاء المدني والإداري. 2023 مقترح هنا تصنيف لمؤسسات الجمهورية وسلطاتها: السلطة التنفيذية والتشريعية ومهامها المختلفة والمتنوعة. واقتراح آخر تصنيف للحقوق حسب مجالاتها: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو كذلك لنشاطات الهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ثم بعدها كذلك مقترح آخر ترتيب خطوات جلسة محاكمة كما ورد سابقا سنة 2019، وقبلها وردت رفع دعوة قضائية، أو مقارنة كذلك بين الحزب والنقابة من حيث الاعتماد والتنظيم والهدف، أو جدول يبين أبواب الدستور وعناوين كل باب من الأبواب. ننتقل إلى السؤال الثالث الذي ورد كالآتي: دائما السؤال الثالث يكون كاقتراح خطة أو اقتراح حل أو إرسال رسالة أو نصيحة. 2019 اقتراح خطة إغاثية، 2020 اقتراح حل للحد من الخلافات، 2021 رسالة للدفاع عن الطفل الفلسطيني، أما 2022 فنصيحة لحل الخلافات بين الجيران. أما مقترحنا لسنة 2023 فرسالة للدفاع عن المرأة ليس الطفل الفلسطيني كما هو موضح، أو اقتراح كذلك لحل من الحلول لإغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية أو إنقاذ المتضررين أو حتى المهاجرين في العالم.
كذلك يمكن أن يكون توجيه رسالة للشباب لحثهم عن أداء الخدمة الوطنية، أو توجيه رسالة للمواطنين لكي نحثهم على احترام القانون وتطبيقه. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية التي وردت كالآتي: سنة 2019 كانت كالآتي: أهمية الصلح أو الحل السلمي للخلافات، أما 2020 فكانت حول نشاطات الهلال الأحمر الجزائري داخل وخارج الوطن، أما 2021 فتمثلت في العدل. والمقصود بالعدل هنا نقصد به السلطة القضائية والمحاكمة التي لها دور في تحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على الحقوق والحريات، وكذلك تبيان الواجبات وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا العنصر. 2022 اتفاقية حقوق الطفل، فهنا وردت وضعية شاملة، فمن المرجح أن تكون في وضعية 2023 كذلك. إذا وردت في نفس هذا المجال نقول: اتفاقية حقوق المرأة وما تتعرض له من انتهاكات وطرق الدفاع عنها. لكن هناك مقترحات أخرى يمكن أن نريدها كالآتي: دور أجهزة القضاء في تحقيق الاستقرار، هذه من المقترحات. كذلك أهمية احترام القانون والدستور كمبدأ أساسي لتحقيق الديمقراطية. وأخيرا دور الجزائر في احترام الحقوق والحريات من خلال المواثيق الدولية والوطنية. ويمكن أن نضيف لها كما ذكرنا سابقا اتفاقية حقوق المرأة والدفاع عنها، أو كذلك دور الحزب والنقابة. بمعنى هنا الوضعية الإدماجية في التربية المدنية غالبا ما تتضمن درسا أو درسين، والتلميذ يقوم بالربط بين حدث وآخر. لذلك على التلميذ أن يركز جيدا في الوضعية الإدماجية التي لها 8 نقاط، بمعنى هي وضعية مهمة أو هي عنصر مهم في موضوع التربية المدنية، فعليه أن يأخذ لها وقتا معينا مهما، فعليه أن يأخذ لها وقتا فتكون من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، ذلك لأهميتها. فيريد مقدمة وبعدها العرض الذي يفصل فيه ويستعين بالسندات ويتبع التسلسل المنطقي، ثم يصل إلى خلاصة وخاتمة نهائية. وهنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو بعرض موجز لأهم الأسئلة التي غالبا لن تخرج عن هذا النطاق. لذلك نطلب منكم أن تحاولوا مشاركة هذا الفيديو لغيركم ليستفيد منه بعض التلاميذ، خاصة الذين يجدون في أنفسهم ارتباكا وخوفا من اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، تحفيزا لهم، لأن موضوع الشهادة غالبا ما يكون في المتناول وسهلا.